يعطيكم العافية جميعا، إن شاء الله تكونوا بخير. إن شاء الله راح أكون معكم بشرح المحاضرة العاشرة من مادة الطوارئ، هذا قبل الأخيرة بالمادة، بعنوان Neurological Disorders. مقدمة بسيطة بحكي لك إنه Neurological Disorders تقريبا بيسووا 20% من الأدميشنز تو جنرال هوسبيتالز. أدميشنز يعني نسبة المرضى أو المرضى اللي بيدخلوا على المستشفى، بتسجلوا في نظام المستشفى إنه هذا مريض عندي. 20% من الأدميشنز، القبولات أو الإدخالات على المستشفى، بيكون سببها Neurological Disorder. النيورولوجيكال لا تعني فقط مصطلح معين واحد، ولا تعني مرض واحد، يعني سبكترم كبير شوي، في منها أنواع كثيرة، في منها مسببات، وفي لها مسببات كثيرة راح نمر على معظمها إن شاء الله اليوم. نيورولوجيكال ديسوردر كان بي لايف ثريتنينج، ممكن تسبب الوفاة، وفي حالات مثلا كيف تسبب الوفاة، ممكن يصير في ايرواي اوبستراكشن، كومبرومايزد بريذنج، ينزل الكونشس ليفل كثير لدرجة انه يصير في مشكلة بالبريذنج. هاي مشكلة حكينا عنها بجلاسكو سكيل، اذا تتذكروا لما حكينا بجلاسكو سكيل، ويوصل لما تفحص المريض عليه ويطلع مثلا 8 من 15 او تحت او اقل من 8، يعني انتوبيت ذا بيشنت. ليش؟ لانه بتكون خايف يصير في مشاكل بالبريذنج، خايف يصير في مشاكل بالايروي، فاحتياطا مشان ما يضر المريض نفسه، فانت بتحطه على تيوب. Neurological disorder require prompt effective treatment together with close monitoring وال ABCD approach. في عندنا نوعين او تعريفين مهمين نعرفهم، epilepsy و convulsion. مشان نشرح بكلمات بسيطة، ال convulsion اشي بصير داخل ال epilepsy احيانا، مش شرط يكون موجود دائما. شو ال epilepsy؟ او خلينا نشرح شو يعني سيجر. سيجر هي medical case، المين manifestations تبعتها هي loss of consciousness, confusion، وممكن convulsion لكن مش أساسي. هسا أكثر من seizure two or more بصير اسمها epilepsy. ال convulsion اللي هي motor disturbance، يعني بصير في كثير electrical activity لدرجة إنه بصير في motor disturbance. شو يعني motor disturbance؟ فست كلينشينج مثلا، المريض مش شرط فست، يعني كل عضلاته بتشد المريض، انكلودينج ممكن تكون مثلا اذا كانت سيفير كيس ريسبيراتوري ماسلز، بيختنق المريض. هذا بشكل مبسط ايش هم الابيلبسي. طبعا معلومه على الهامش، هي مش ملهاش علاقه بالطوارئ. الابيلبسي صعب تتشخص. ليش؟ لانه انت مش بس لازم تسمع من المريض انه والله انا صابني سيجرين ولا ثلاثه ولا اربعه، انت لازم تشوف المريض ويكون معك شاهد عيان عليه كمان عشان تثبت انه هذا اللي معاه epilepsy، وبعدين تمشي معاه بالادويه. two types of seizures ضل عندنا، partial and generalized. partial يعني منطقه معينه من المخ هي اللي فيها المشكله، specific area بصير فيها neuron firing، motor disturbance، وطبعا بيكون localized. حكينا عن نوعين رئيسيات، simple و complex. simple partial و complex partial. شو الفرق بينهن؟ simple partial ما في loss of consciousness، الكومبلكس partial altered develop أو يعني could develop altered consciousness. البارشل seizures بتحول لنوع من السيجرز، نوع generalized seizures اسمه tonic-clonic، راح نحكي عنه بعد شوي بشكل مبسط، بشكل معمق عفوا، بس خلينا هون نرجع للgeneralized. شو يعني generalized؟ both of the hemispheres شقي الدماغ أو الجزء الأيمن والأيسر منه بصير فيهن simultaneous neuron firing، motor activity becomes generalized tonic clonic. بس absence seizures و myoclonic seizures هذول يعني مواضيع اخذناها بالفارما، مشان هيك مش حابب اتعمق فيهن كثير. مهمنا نعرف شو يعني seizure وشو الانواع الموجوده قدامنا، مش شرط تعرف شو يعني absence و tonic clonic، بس بدك تعرف موضوع ان التونيك كلونيك بحد ذاتها هي most important واللي هي لها اكبر احتمال انها تصير. all types of generalized seizures بيكون فيهن lost level altered level of consciousness، فهم مش شرط يكون lost بس بيكون altered، يعني بيكون أقل. management of generalized tonic clonic طبعا بالبداية بحكي لك متى بتصير. a seizure is when there's a sudden burst of intense electrical activity بسموه epileptic activity causing temporary disruption، بسبب لك epileptic seizure. there are over 40 different types of seizures مش بس اللي قرأناهن. a person may have more than one type and recurrent seizures، يعني بيظل ترجع معه. بس المانجمنت تبعه having generalized tonic clonic seizures sometimes called a grand mal fit، هذا الاسم الثاني لل generalized tonic clonic. in the dental practice these seizures account for approximately 7% of all medical emergencies. 7% رقم مش كبير يعني اذا بدك تحسبه. ليش؟
22% من ميديكال ايمرجنسيز سببها الهايبوغلايسيميا. فثلث الهايبوغلايسيميا، ثلث حالات الهايبوغلايسيميا بيكون مع نيورولوجيكال ديسوردر، فمش اشي كثير بخوفك، لكن انت كطبيب اسنان تتجنب الريسك، تتجنب المسائل القانونيه، تتجنب انه يخسر مريض حياته عندك، بدك تدير بالك منهم. طبعا هذول تقريبا ال 7% of all medical emergencies بيطلع ب 500 وفاه بالسنه مثلا. هذا حكي في بريطانيا لانهم بيهتموا بالصحه النفسيه اكثر من عنا، فدائما دراساتهم متجدده عنهم. epilepticus او status epilepticus اللي هي epileptic seizures of greater than 5 minutes، او انه يصيبك اكثر من 1 seizure بدون بريك within 5 minutes، يعني بدون ما انت ترجع للوضع الطبيعي وبعدين ترجع تنتكس مره ثانيه، لا تنتكس بعدين تخف شوي ترجع تنتكس مره ثانيه وهكذا. وهي potential life threatening emergency وعندها significant morbidity و mortality، يعني ممكن تموت ممكن تصيب كثير. injuries that can be sustained مثلا بس يصيبوا altered level of consciousness، ممكن يوقع عن الدرج مثلا fractures, burns, dislocations, intracerebral hemorrhage. dental injuries are quite common، عادي مريضة غيب وتشتغل ما اعرفش كيف تعمل اشي ممكن يصيب dental injury. maintaining the patient's safety during a seizure is a priority. ليش؟ لأنه ما بدك، هو خلص هو ما عنده level of consciousness، بدك تدير باله، بدك تدير بالك عليه، يعني هو مش قادر يدير باله على حاله، بدك تدير بالك عليه. signs and symptoms typical characteristics of general tonic clonic sudden loss of consciousness، ممكن تسمع صوته بصيح مثلا أو تسمع صوت بعيط أو إشي بعدين، يعني ممكن طبعا هذا كلام، يعني ممكن لأ عادي. and collapse to the ground rigidity tonic phase، وهي نوع من الكونفولجن برضه. الريجيديتي يعني بصير يتصلب كل جسم المريض 10 ثواني كاملات. بريذنج ستوبس حكينا. وبعدين سنترال سايونوسيس، طبعا شو يعني سنترال سايونوسيس؟ يعني بتلاقيه مثلا بالفم، بالفم هو يعني اسهل مكان تطلع عليه تلاقيه الفم، بس اذا لقيت مثلا بالاصابع هاي بارش، هاي عفوا بيريفرال سايونوسيس، دير بالك مش راح تقول انه والله معاه بيريفرال سايونوسيس معناته معاه تونيك كلونيك سيجرز وهذا معناته ريجيديتي، لا مش هيك الموضوع. طبعا clenching of the jaw مو convulsion، يعني كل العضلات او convulsive movements عفوا كل العضلات تشد، فممكن يشد على لثة ويجرحها، ممكن السلايفة تصير accumulation و aspiration بعدها، ويعني بتصير كثير مشاكل. variable period of unconsciousness following this event، طبعا بدك تنتبه لفكرة انه 1 to 2 minutes chronic phase اللي convulsive movements و 10 ثواني rigidity tonic phase. تاتس باراليسس ممكن فعلا يغيب المريض. ذا كاجوالتي مي فيل فيري تايرد، ممكن يفوت بديب سليب وبس يصحى يستغرب شو اللي صار فيه ويصحى مرتبك مش عارف ايش اللي صار. causes of generalized tonic-clonic epilepsy most common cause، ويعني idiopathic تقريبا، يعني خاص معاه epilepsy بس هذا هو اللي بتعرفه، انه ما بتعرف شيء ثاني عنه. head injury certain poisons مثل alcohol ecstasy، هاي طبعا اشي مشهور فترة من الفترات. اكستاسي هو عقار بيستخدموه، اتوقع اسمه البارتي دراج، يعني بيستخدموه اللي بتعدوا حفلات كثير مشان يهيصوا زي ما بسموها. ففترة من الفترات انتشر في امريكا وانتشرت هاي الحالات، ف مشان هيك كان مهم ان نحطهم. الالكوهول برضه مش عارف، خلاص خليها لبعدين، بدي اشرح كيف الالكوهول بيشتغل وكيف الالكوهول بيأثر على المخ، بس لانه مذكور باخر محاضرة فراح اشرحه هناك. الكهول درول سيريبرال هايبوكسي وهايبوغلايسيميا، هذول الاثنين اعداء الدماغ زي ما يسموهم، انه ما بتحمل الهايبوكسيا لثلاث اربع دقائق والهايبوغلايسيميا لكم ساعه. فمن الاشياء اللي بتسبب سيريبرال هايبوغلايسيميا مثلا كونجنتال ابنورمالتيز، ميتابوليك ديسوردرز، تومورز، فاسكولار ديزيز، ديجنريتيف ديسوردرز مثل الزهايمر، انفكشن ديزيز زي مننجايتس والسيفلس. تريتمنت اف نسيسري، وعرفت مثلا يعني الفكرة انك تعرف انت شو تقدر تقدم وشو ما تقدر تقدم، لا تصغر بحالك كثير ولا تكبر بحالك كثير. اذا عارف حالك ما تقدر تعمل اشي اتصل 911، هذا افضل اشي تقدر تسويه. ensure the patient is safe، ليش؟ لانه اذا صار في convulsion مثلا شد حاله وكان جنب اشي خطير مثلا النار، لا هاي حركة خطيرة حاول ابعده. ask other patients to leave the room، ليش؟ ما بدك اياها متوتر، ما انت بدك هسه جو صافي تفكر، خليك تفكر لا تخلي حدا حولك ياثر عليك. protect the patient from injury برضه ensure the safe approach، وبدك تدير بالك على حالك، تدير بالك على المريض، تدير بالك على حالك اهم كمان، تخيل اي مرحله. loosen any clothing around his neck عشان يقدر ياخذ نفس كويس. cushion the patient head عشان ما يتاثر. administer oxygen 15 liters per minute note time in order to check how long the seizure lasts، ليش؟ عشان تعرف انه هاي مش epilepticus او status epilepticus، يعني مش 5 دقائق لها قاعد المريض بيعاني وبصارع قدامي وانت عامل حالك مش عارف الوقت مثلا.
consider measuring the patient's blood glucose. ليش مثلا اذا غيب قدامك او يعني اذا تعتقد انه مشكله بالجلوكوز تقدر تحلها ساعتها. طبعا مين الموست كومن انك تشوف عنده هاي المشكله بالجلوكوز او الهايبوغلايسيميا؟ children والدايبيتك. تريت هايبوغلايسيميا اذا كانت هي السبب. check to see if they has very low pressure. ليش بتخاف من البريشر؟ مشان ما يصيبوا هايبوتنشن. شو مشاكل هايبوتنشن؟ هايبوكسيا. شو مشاكل هايبوكسيا؟ could lead to seizures. administer ميدازولوم 10 ملي جرامز بالباكر راوت بتبي امتصاص سريعا. الدوز بالنسبة للأطفال تحت الخمسة 5 ملي جرام، 5 إلى 10 بصير 7 7.5 ملي جرام، فوق العشرة تعطي 10 ملي جرام عادي. تدير بالك الميتازولوم يعني بيشتغلش لفترة طويلة، فهذا إشي كويس فيه. معلومة ثانية بإنه الميتازولوم 10 ملي جرام، طلع 10 ملي جرام مش دوز كبير، فهاي يعني لا تتحمس كثير وتقول والله ما هو معاه مشكلة. فأنت بتتذكر إنه مثلا كنا نعطيه 300 ملي جرام أسبرين إذا كان مع أماي، مش هون تتحمس تروح تعطيه قدن، لا هون 10 ملي جرام وكافي. بس الميدازولوم ينصح به، موجود وموجود بكثير من العيادات. ينصح كمان بأنه ينعطى بالبكل ادمنستريشن، من البكل ميوكوزا بيتم امتصاصه على السريع وبلش شغله ما شاء الله عليه. Once the seizure has stopped, continue to monitor airway. برضو السيجر ممكن يصاحبها loss of consciousness. loss of consciousness يعني بطل يقدر يشتغل أو يقدر يفعل الايروي تبعه. فأنت هون بدك تدير بالك عليه، وحتى بعدها بس تخلص السيجر بدك تضلك داير بالك على الايروي والبريذنج والسيركيليشن عنده. إذا كان بريذنج نورمالي تحطه بالريكفري بوزيشن. برضو نهاية المحاضرة إن شاء الله راح نشرح الريكفري بوزيشن بشكل أفضل. بس هي جلسة بتخفف احتمالية إنه المريض يصيب اسبيريشن من الجاستريك كونتنتس، بتخفف الاحتمالية بإنه يصير عليه أي ضرر من خلال جلسته. وايب اواي اني سلايفا مشان ما يرجع يصير فيه اسبيريشن. تشيك تو سي وذر ذا بيشنت هاز سستيند اني انجريز. كاملي ري اشور ذا بيشنت، لأنه برضه زي ما حكينا لكم ممكن يصحى مرتبك. ستي وذ ذا بيشنت انتل هي هاز ميد كومبليت ريكفري. وكونتينيو تو ادمنستر اوكسجين اف نيسيسري. بكر من دزلام is first line in children. طبعا حكينا لكم إذا كان تحت الخمسة تعطي 5 ملي جرام، تحت 5 years، بين الخمسة والعشرة 7.5، فوق العشرة 10 ملي جرام small doses. adults prolonged death for minutes or more or repeated 3 months seizures in the community. هذا هو يعني يمين الindication اللي له. طبعا تعطيه first line in children و young patients and adults with prolonged or repeated seizures. prolonged or repeated ايش هذا؟ sets of epilepticus تقريبا نوعا ما، مش شرط يعني lasting more than 5 minutes هاي sets of epilepticus، بس 3 or more in an hour احنا حكينا بال 5 minutes انت بتدير بالك عليه. بس برضه ممكن يكون indication يعني اللي بصيبه seizures اليوم بعد مثلا بعد 24 ساعة بتصيب واحدة، ممكن لاحقا الابيسود تصير قريبة على بعضها. went to call an ambulance if the patient كانت هاي أول سيجر لإله أكثر من واحدة خلال 5 دقائق. tonic clonic followed by another with casually regaining consciousness between them. the patient صار عنده injury urgent medical attention برضه من الانجري. difficult monitoring to the patient، أنت مش عارف شو تساوي أو ما في عندك الخيارات. مثلا لقيته مقطوع وأنت بالصحراء فشو بدك تساوي يعني. there is high risk of reoccurrence. كيف تعرف؟ بكون مريض مثلا برضه slurring مرتبك مش عارف، أنت ما عندك دواء تعطيه، ما عندك ميدازولوم، فهاي الأشياء كلها مهمة. action not recommended during a seizure. restrain the patient، تحاول مثلا تشوفه بصير معاه convulsions تروح تمسكه او تحاول تثبته في مكانه، لا هذا خطر وممكن يؤذي حاله ويؤذيك كمان. insert anything in the patient's mouth، aspiration خطأ. move the patient unless he is in danger. give the patient anything to eat or drink. ما هو ممكن يكون مريضك برجف او ممكن يكون في عنده مشاكل بالبلع او لست يعني ما عنده consciousness، تروح تعطيه اشي يبلع ويعلق مرة ثانية باللارنكس ولا الفارنكس ونبلش مرة ثانية. attempt to arouse مثلا انك اذا كان شفته مغيب مثلا تروح تحاول تصحيه، خليه نايم، اتصل 911 هم بقولك شو تعمل. observation during a seizure، a clear history from the casualty and an eye witness. ليش مهمات هذول الاشياء؟ مشان تحطهم بالسجل الطبي لإله، وكل manifestation شفتها عليه هي manifestation مهمة ولازم تحكي فيها لطبيبك ولازم تحطها بالفايل تبعه، وهي مهمة جدا مشان تشخص المريض بالإبيلبسي. the following observations طبعا مر عليهم دكتور مرور الكرام، ما في شيء يعني في مواضيع حابب اشرحها اكثر لقدام لانه يعني بتفيدنا ومهمه. بشكل عام هذول النقاط مر عليهم الدكتور بشكل سريع وحكى عنهم. management of stroke، خلينا بس يعني من epilepsy لستروك خلينا نشرح شو يعني stroke.
ستروك سادن انست اوف نيورولوجيكال امبيرمنت. شو يعني نيورولوجيكال امبيرمنت؟ كونفيوجن، لوس اوف كونشسنس، يبطل يقدر يعني حرفيا بصير يقول المريض مش قادر يجمع افكاره، مش قادر يحكي كويس احيانا، مش قادر يقوم بالوظائف اللي مخه كان يقوم فيه بشكل طبيعي. ليش هذا الديسربشن صار؟ لانه صار في ديسربشن اوف ذا بلاد سبلاي تو ذا برين والسيمتومز لاستنج فور 24 اور. ليش 24 اور؟ اكثر من هيك مريضك يموت. يعني ليش اللي في الدوران؟ بس عندك تو تايبس اوف ستروكس، اسكيميك وهيموراجيك. خلينا نشرح بالرسمتين ببساطة. ترى اسكيميك وهو الموست كومن وتشكل 80 ل 85% من ستروكس. ديسربشن اوف بلود سبلاي، كيف؟ في كلوت، في شيء خثره بتسكر بارشلي اوكلود اور فولي اوكلود ذا ارتريز تو ذا برين، مثل البازلر ارتري واي شيء بيغذي الدماغ، مثلا السيركل اوف والس اذا كانت هي موجوده او اذا كان المشكله فيها بتغذي الدماغ. صابوا اسكيميك ستروك بصيبوا سادن نيورولوجيكال امبيرمنت. الهيموراجيك معناها نزيف، هذا شريان لكن مخزوق، فالدم بيطلع منه برا، او شرط مخزوق يعني مجروح مخزوق يا حبيبي. هسه ترانزيت اسكيميك اتاك، من اسمها ترانزيت يعني شيء يعني مش دائم، بيروح وبيجي، مش شرط يجي حتى، بس هو بيروح يعني بينتهي بعد فتره. ترانزيت اسكيميك من اسكيميا، اتاك لانه يعني اتاك معناها انه في مشكله دماغ، طب في مشكله بشكل عام، فهون كان الوصف للدماغ. سموه من ستروك. شو يعني هاي؟ بلود سبلاي اوف ذا برين از انتربتد فور ا بريف تايم، يعني اجت هاي الكلوت سكرت هون لمده مثلا 10 دقائق 10 minutes، بعدين راحت لمكان ثاني. طبعا انت بتخاف انها تسكر مكان ثاني هي اولا، لكن انت كطبيب بتقول انه بطلت مسكره الدماغ، هسه بدنا نعرف وين راحت. طب مش شرط تكون بهذا الحجم وتكون مسكره هاي النسبه من الشريان، يعني عادي ممكن تكون مسكره اقل من هيك، بس هاي لاغراض التوضيح فقط. وين الفكره بالتي اي انه السيمتومز تبعتها بتروح باقل من 24 ساعه، هيك تعرف انها ستروك. لو ظلت السيمتومز بعدها لا، بيكون في بيرمننت برين دامج، وساعتها طبعا زي ما تعرفوا البرين دامج از ريفرسبل، كود ليد تو ميجر ستروك. فمشان هيك انت بس مثلا شفت مريض بي تي اي زي هيك مثلا وراحت الاعراض عنه بعد دقائق او ساعه، بتخبر الجي بي تبعه طبيبه، وهو بوديه على سبيشالست مشان يشوف شو الوضع في يعني في حد اقصى 7 ايام. وطبعا هاي بتشكل تقريبا 150 وفاه في اليو كي سنويا في ولايات العيادات في بريطانيا، وموست اوف هوم ار اوفر ذا ايج اوف 65، يعني بيكونوا كبار بالعمر. ثيرد بيجست كوز اوف ديث هي الستروك، والسنجل موست كومن كوز اوف ديسابيليتي. هسه شو الفكره من الديسابيليتي؟ مش شرط تموت اذا صابك ستروك، ممكن يصير في بس يصير الستروك يصير في هايبوكسيا او يعني هايبوغلايسيميا برضه ممكن يصير بالدماغ، فبطل في اي نيوترينتس تروح لجزء معين من الدماغ. هي الفكره بشكل اساسي بطل يوصل اكسجين، فبموت هذا الجزء من الدماغ، بطل يسوي الفانكشن تبعته، فبسبب الديسابيليتي. هسه ستروك از كوزد باي سيريبرال انفاركشن وسيريبرال هيمرج، 80 ل 20%، 80 انفاركشن و20 هيمرج. هسه ال 80% هذول ثرومبوسيس، سيريبرال امبوليزم، اتريال فيبريليشن. اتريال فيبريليشن شو فكرته؟ الاضطراب الاذيني، هذا الاتريوم وهذا الفنتركل، في عندك هون فالف وهون في فالف. بس الاتريال فيبريليشن معناها انه في مشكله او الكتريكال ديستربنسز ان ذا هارت، فبصير الدم يتجمع هون فتره اطول. اتوقع مش خيار حكيم باني احط اللون الاحمر على القلب اللي اصلا موجود هون باللون الاحمر، هيك احسن. هيك احسن، بصير الدم يتجمع هون لفتره اطول. لما يتجمع الدم احتمال انه يتجلط ترتفع، بتزيد النسبه. طب وصل للفنتركل وبعدها طلع للشرايين، هسه بده يروح للجسم كلياته، بس هو اصلا دم متجلط، فاحتمال عملاق ووارد بانه يسكر لك مكان ثاني. فهي مشكله الاتري فيبريليشن، ممكن طبعا اذا طلع بالبازل الارتري او طلع للسيركل في ولس يسكرها. ف ممكن برضه الهايبر بيرفيوجن يسببها. هسه السيريبرال هيمرج ممكن تكون الهايبر تنشن والسب اركنويد هيمرج. بري ديسبوزنج فاكتورز كاردياك انلارجمنت، دايابيتيز، كونستنتلي اليفيتد بلود بريشر، يعني في اسباب كثيره. هايبر كوليستيريميا، او سي بي اورا كونتراسبتيفز بيرفع عن الشانسز اوف كواجلوباثي والثرومبس، سكيميك ستروك، سيجارت سموكينج تعمل فيزو كونستريكشن وتعمل كثير مشاكل. سيمبتومز اوف ستروك، هسه في شيء اساسي اللي هو النمونيك. النمونيك يعني اختصار الكلمات، حاولوا طلعوا حرف من كل جمله مشان تسهل الحفظ، اسمه فاست. تي
تقريبا ما لهاش داعي، بس حطوها مشان تبين فاس تقدر تحفظها. الاف facial weakness، الاي arm weakness، والسي speech problems، والتي test all three symptoms. هسه sudden weakness or numbness of the face ممكن يسبب لك شيء اسمه hemiplegia. شو يعني hemiplegia؟ شلل نصفي، hemi نصفي، plegia شلل. sudden severe unexplained headache، sudden loss of sudden loss or blurring vision in one or both eyes، sudden difficulty in speaking، sudden confusion، loss of balance، dizziness. ممكن المريض يوقع مثلا او يغيب. هذول السيمتومز اللي انت شايفهم اللي هن facial weakness, arm weakness, speech problems، هذول هم ال cardinal manifestations of a stroke. treatment: assess the patient following the ABCD approach و ال fast approach و assess him برضه بال fast approach. if stroke is suspected call 911. ensure the patient has a clear airway لانه كثير مهم مريضك يتنفس عادي. if the patient is unconscious بتحطه ب recovery position مشان يتنفس بشكل طبيعي. شو ال recovery position؟ هاي هي، طلع كيف ايده، البالم ابر موست، في ايد تحت الخد، في عنده ركبه فوق الثانيه، وهيك انا ضامن ان المريض بيقدر يتنفس عادي، ما في احتمال يصير في ريجرجيتيشن يرجع مثلا جاستريك كونتنس تدخل الرئتين ولا هيك، يعني مطمن على المريض. طبعا هذا الحاله بيكون انكونشس او الليفل اوف كونشسنس عنده واطي. هسه ذا بيشنت از كونشس يعني اموره اسلم من غيره، شولدرز ار سبورتد، تقدر تحكي معاه، الاير واي بروتكتد، تلتنج ذا هيد توردز the affected side allows secretion to drain out, wipe out mouth مشان يعني ما يتشردك فيهن. و regularly monitor the patient's airway، لا تعطيه اشي يشربه او ياكله طبعا، اذا خصوصا اذا كان في عنده اشي بال consciousness، اذا كان عنده altered level of consciousness. closely monitor the patient's vital signs, level of consciousness بال AVPU، alertness وال pain وال unresponsiveness وال voice، هذا هو السكيل، بتصيح عليه، بتحكي معاه، بتهزه وبتضربه على كتفه شوي. reassure the patient، مش ناقصك كمان شوية فوق الستروك، مش ناقصك المريض يكون خايف. management of altered level of consciousness، إذا كان بشكل أساسي ما عنده level of consciousness بتحطه بال recovery position. the patient's level of consciousness has been described as the degree of his arousal and awareness، يعني تشرح نفسها بنفسها. ال consciousness تعتمد على قديش هو واعي للأمور اللي بتصير حوله، بيقدر يفهمها، يحللها، يحكي فيها، يناقش فيها. It is dependent upon the interaction of the ascending reticular activating system situated in the brainstem، رجعنا نحكي في السيرجي، with cerebral hemispheres، and disruption in this communication process will result in altered consciousness. The term unconscious, not awake, not aware, or not responding. The manifestation اللي هي implies underlying brain dysfunction، يعني إذا شفت إنه مريضك unconscious فكر إنه في brain dysfunction، شو نوعها؟ عشان تقدر تداويها. Causes، شو اللي بيسوي altered level of consciousness؟ metabolic disturbances مثل hypoglycemia or hypothyroidism، trauma مثل head injury stroke، infection زي meningitis or opiates وميتازولام. اجت الفقرة اللي نشرح فيها كيف الالكوهول بيشتغل. الالكوهول هو مركب معقد شوي، الكبد مسؤول عن تحطيم الالكوهول، بصير له اتوقع بيتم امتصاصه في المعدة او يعني بشكل عام في اي مكان بالجسم ممكن يكون، بس بشكل اساسي في المعدة، المعدة ما تصغر الكحول، اتوقع الاسبرين، مش اكيد هاي المره الاخيره، بس اتوقع الاسبرين. بصير له ميتابوليزم بالليفر، بتحول لايثانول. هسه الايثانول هذا بيروح على المخ، بعبر البلاد برين بارير، وبرتبط باثنين نيورو ترانسميترز مهمات، الجابا والنمده. بس الجابا لما يرتبط فيه بصير اللي شارب كحول يحس حاله تعبان او مش تعبان، مسترخي، مرتاح، لانه هو يعني انهبيتر نيورو ترانسميتر. النمده مسؤول نوعا ما عن تكوين الميموريز، فلما يرتبط فيه لص اوف كونشسنس، ببطل اللي يقدر يجمع ذكريات. وطبعا مش بس هذا اللي بيسويه الايثانول، يعني مش بس انه بيرتبط بالجابا والنمده، برضه بحفز انه يتم افراز الابنفرين، الكورتيزول والدوبامين. الدوبامين هرمون السعاده، بنبسط المريض. الابنفرين بس يرتفع بصير بيرتفع عنده الهارت ريت، بصير برونكو دايليشن، بصير في اكسجين اكثر يروح المخ، فمنها بيحس بالنشوه نوعا ما. هيك بيشتغل الالكوهول على الجسم. investigations while awaiting the arrival of an ambulance، حاول اعرف اذا كانت المشكله بسيطه، مثلا اذا كانت هايبوغلايسيميا او غيره تقدر تعالجها، بس بشكل اساسي حاول اعرف شو السبب. treatment unconscious or lifeless، يعني مش قاعد يستجيب، follow the resuscitation protocols، شو اهم شيء؟ تحافظ على الاي بي سي، الايروي، البريذنج، والسيركيليشن. وهي ريفيو سريع على الاي بي سي دي، طبعا لقدام راح تصير انت حفظت الاي بي سي دي،
راح تصير تقراها بشكل اساسي، وكل شكل اساسي تكون متذكرها، يعني كيف تحافظ على الايروي، كيف تحافظ على البريذنج، كيف تحافظ على السيركيليشن شغاله. انشور 100% انه الكلير ايروي، ريجولارلي مونيتور ذا بيشنتس ايروي اف نيسيسري ادمنستر اوكسجين، كلوزلي مونيتور ذا بيشنتس ليفل اوف كونشسنس. كيف تعرف الكونشسنس ليفل؟ ما في داعي تروح تستخدم الجلاسكو كوم سكير تقعد تحسب وتطلع على المريض وانه عينه فاتحه 30 درجه مثلا او ثلثين، لا تطلع الاي في بي يو سكيل، اليرتنس اوف فويس و بين اون ريسبونسيفنس، ومنها بتحكم اف ايبل تو بيرفورم بلاد جلوكوز ميجرمنت هايبوغلايسيميا. اذا بتلاحظ احنا كثير مركزين على الهايبوغلايسيميا، ليش؟ نسبه كويسه فعلا من الشعب بصيبوا هايبوغلايسيميا، فبدك تحاول تعرف هل السبب في مشاكل اللي قاعد بتصيبه هايبوغلايسيميا؟ اذا بسيطه بنحل سريعا، اذا لا بدك تدير بالك. وليش مهم برضه تعرف؟ check the medication history للبيشنت for recent admissions administrations. اذا دخل المستشفى مثلا اعطوه اوبيتس برضه ممكن يكون هذا السبب. هسه الريكفري بوزيشن وكيف تنحط وشو الاندكيشنز تبعتها. انكونشس بيشنت والبيشنت اللي عنده لو ليفل اوف كونشسنس بنحطه بالريكفري بوزيشن بشكل اساسي مشان نمنع الريجرجيتيشن، الارتجاع، انه مثلا الجاستريك كونتنس ترجع تطلع مره ثانيه، في احتمال ترجع تدخل على الاير واي، هذا الشيء احنا بنخاف منه. طبعا احنا بنخاف بشكل اساسي مثلا من الاشياء ممكن تعيق الابر اير واي مثل لوس دنتشرز، ميكانيكال اوبستراكشن، تانجو ابيجلوتس مثلا ممكن يكون فيه كومبرمايزيشن. بس ذا ريكفري بوزيشن از ديزاين تو مينتين ذا اير واي، ريدوس ذا ريسك اوف اوبستراكشن، ريدوس ذا ريسك اوف اسبيريشن، وريكومندد ان انكونشس هو ار بريذنج نورمالي اند هاز ان افكتيف سيركيليشن. يعني انكونشس بيشنت هو از بريذنج عنده يعني عادي بتنفس بشكل طبيعي هو unconscious، او اذا كان ال level of consciousness عنده واطي برضه هاي مهم. For most unconscious patients, patients breathing spontaneously and does not require any further resuscitation. ليش؟ لانه هي زي ما بالصورة، معلش هو الكلام كثير صراحة، حتى الصورة بقدر احرك، يعني هاي الصورة انا ضعيفها، الكلام كثير فصعب، صعب اضيف صور. لا خليه بني ادم طبيعي. صعب كثير بهاي الحالة والمريض اللي قاعد فيها تعمل له سي بي ار او تعمل له ماوث تو ماوث فنتليشن او ماوث او اي شيء، اي فنتليشن بشكل عام. فمشان هيك بس تتأمن انه مريضك بتنفس، بعدها مش مشكلة، خلص اعمل له هاي ال هاي ال البوزيشن، تحطه بالبوزيشن ريكفري بوزيشن. وبرضه ريكومندد سيتويشن بيرشن كونشس ليفل از كومبرومايزد فولوينج ميجر سيجرز هايبوغلايسيميا رايت اور ليفت لاترال، يعني اي جهة تحطه. هسه زمان كانوا يفكروا انه حطه على الليفت، ليش؟ لانه ممكن تحسن التاثير على عضلات القلب، على عضلات على عضله القلب، لكن طلع ما لها داعي، يعني ما لها علاقه بالموضوع. او تحطه على الراس عشان تخفف الضغط عنها، لا ما لها علاقه، حطه على الجهه اللي بيرتاح لها المريض. هسه بعيادة الاسنان مثلا، لانه انت دائما حاطه بثمه تيوب، فبدك عفوا مش تيوب، انت دائما حاطه بثمه سكشن عشان تقدر تشفط اللعاب، بدك تدير بالك، يعني شو بدك السلاف تحطه على اليمين والسكشن تبعك على اليسار يضطر تلفه من فوق وجه المريض، لا خليه على الجهه الاقرب لك، اريح لك من السلاف. الفاريشنز، there are several different variations بالريكفري تكنيك، كل واحده لها ادفانتج، however no single technique is perfect. As the position used should be stable with true lateral position with the head dependent and no pressure applied to the chest which could impair breathing. يعني مش تحطه على صدره مثلا بالغلط، وإيش مهم لا تحني ظهره ولا يعني دير بالك على المريض بشكل عام، عامله بلطف. Procedure the patient on the floor, check the environment if necessary, remove the patient spectacles إذا كان في شيء بجيبته مثلا، إذا كان في شيء ممكن، إذا مفتاح سيارة إذا حطيته على هاي الجيبة ممكن يغزه، لا شيل المفتاح مثلا، طلع حواليه إذا في شيء ممكن يأذيه، لا شيل برضه لإلك ولإله يعني بشكل عام. Loosen the clothing around the neck، ليش؟ خليه يقدر ياخذ نفس عادي. Ensure that both of the patient's legs are straight. Position the arm nearest to the dental practitioner in a perpendicular manner to the patient، يعني خليها تكون موازية لجسده، والبالم اللي هو الكف اليد خليه مفتوح لفوق، الإيد الثانية بتحطها تحت خده وبتقلب المريض بتلفه حرفيا زي في الصور موجودات هون، بعدين you roll the patient towards you. طبعا بالنهاية بتحط ركبته في cross over the other knee، وهيك خلاص انت تكون حطيته بالريكفري بوزيشن، هيك ان شاء الله منعت انه يصير في ريجرجيتيشن، منعت انه يصير في اسبيريشن، حافظت على مريضك بشكل عام. There is no potential hazard of the patient rolling there is potential hazard of the patient rolling off the chair onto the floor. بدك تدير بالك هاي الوقعة سيئة، خصوصا اذا كان مرضك مثلا
تخيل افرض كان عندك مريض عنده اوستيوبروسيس مثلا، هشاشة عظام، وقع هاي الوقعه، لا هي سيئه، فبدك تدير بالك. هسه السيفر هاندلنج جايد لاينز مثل اسس ذا سيتويشن، ادابت بوزيشن كلوز اند دايركتلي فيزنج ذا بيشنت، افويد تويستنج ذا باك، هاي ممكن تسبب سباينال انجريز، كيب ذا سباينال ان نيوترال بوزيشن، فيس ذا بيشنت ستريت اون. هسه الريسك انه يصير معك سباينال انجري وانت براكتس قليل جدا، ليش؟ لانه انت قاعد على كرسي كمريض، ما في ضرر عليك، انت قاعد على كرسي ما شاء الله عليك. هسه مشان تكون شامل كطبيب اسنان وامن في تصرفاتك، فمش غلط انك دائما تحافظ على البوستر اوف ذا بيشنت، ودائما تخليه بعيد عن السباينال انجري. هي شود اونلي بي موفد اف ان اوبن اير واي كانت بي اذروايز مينتيند، يعني اذا عندك بيشنت مثلا معاه ديسك وصار معاه لا سمح الله شيء، وانت مش عارف تفتح الاير واي تبعه وتخليه مينتيند، تخليه دائما فاتح، الا اذا حركته، حركت ظهره حتى لو كانت بشكل غير مناسب لإله، هذا هو الانديكيشن الوحيد انك تحركه، وممكن تألمه حتى في تلك الحاله، بس هذا هو الشيء الحل لك. Ideally the patient should be kept still in the position while waiting for the arrival of emergency services. However, it is necessary to move the patient because of compromised airway. The patient should ideally be carefully log rolled. شو هاي اللوج رولد؟ اللوج معناها زي جذع الخشب. لوج رولد بيجوا اثنين اخصائيين بحطوا حمالة تحته وبلفوه زي جذع الخشب بحيث انهم ما يحركوا عمود الفقري كثير، بس بيحافظوا عليه. وذا هذا النك كبت as still as possible ثابتات، و extension of the lower arm above the head together with bending both legs مشان برضه تحافظ عليه ما يوقع المريض او يلف بحركة صعبة عليه، while rolling the head onto the arm. وهي maybe feasible تقدر تستخدمها. محاضرة فيها كثير كلام لكن بشكل اساسي فيها معلومات كثير مكررة. هيك ان شاء الله بنكون شملنا ما نستطيع، ان شاء الله تكون الشرح كافي ووافي ويعطيكم الفافي يا رب.